السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليدورك. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. الرسمة دي عشان نبدأ نرسمها ممكن أبص لها من الفرونت بلان وأجي أعمل سكتش عليه وأجي أرسم لاين من هنا كده، أمشي بيه كده، أطلع رأسي، أدخل أفقي تاني، أنزل، بعد كده أمشي بزاوية، وبعد كده أطلع أفقي وأنزل رأسي، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هحط دايمنشن ان اول سمارت دايمنشن ان الطول ده معايا 15 ومعايا الطول ده 40 ومعايا الطول ده 90 مليمتر، تمام. الارتفاع بتاعي 45 مليمتر، او ممكن نقول 45 زائد ده كده 15 يبقى 60 ملي. لا خلينا 45 ملي، تمام. وبعد كده المفروض النزلة دي 30، او من هنا لحد هنا 30 بالمنظر ده كده، والعرض بتاعي ده 20. انا كده خلصت خلاص، لكن هعمل النص دايرة اللي من فوق دي، فهاجي اعمل من هنا نص دايرة واقول له سمارت دايمنشن او اقول له تريم واقطع الحته دي بالمنظر ده كده، واقول له صح، واقول له اكزي سكتش، واقول له اكسترود على 30 الناحيه التانيه، واقول له 30، واقول له صح على كده بالمنظر ده كده. لا غلط، هنعمل له اديت، هشيل نص دايره اللي فوق دي، اقول نورمال 2، هقفل ده لاين كده، واقول له تريم الحته اللي فوق دي، واقول له اكزي سكتش، تمام. عايز بعد كده بقى اعمل ايه؟ اعمل الكيرفتشر اللي فوق ده. طب انا لازم عشان اعمله كنت طولت الجسم بتاعي لفوق، فانا هعمل اديت سكتش تاني واقول له نورمال 2. وصلت لكم يا شباب؟ انا عشان اعمل الحته اللي فوق دي لازم ايه؟ اعملها كمستطيل كده، هنا من هنا لهنا كده، واقول له سمارت دايمنشن ان الطول بتاعي كام بقى. انا معايا ده كده 30، تمام، يعني نص قطره 15، الطول ده كده 15، واقول له تريم، واقول له سكتش كده. دلوقتي من حقي ممكن اقول له فول راوند فيلت، اقول له فيلت فول راوند فيلت، واعمل فيلت من هنا وده والفيس التالت ده بالمنظر ده كده، واقول له صح. ممكن بعد كده اعمل سكتش هنا واقول له ارسم سيركل من هنا قطرها 15 واقول له اكزي سكتش، واقول له اكسترود كات، واقول له صح، تمام. طيب في بعد كده هنا عندي ممكن افتح فتحه هنا واقول له سكتش، واقول له ارسم مستطيل ريكتانجل، واقول له سمارت دايمنشن ان الارتفاع بتاعي ده 10 والمسافه من هنا لهنا 5 والعرض بتاعي 20 بالمنظر ده كده، اقول له اكزي سكتش، واقول له اكسترود كات ثرو اول، واقول له صح. ممكن بعد كده ارسم الحته اللي من فوق دي، فهاجي من هنا اعمل سكتش وهرسم مستطيل هنا كده، اقول سمارت دايمنشن ان الارتفاع بتاعي يكون 5، العرض بتاعي 20، المسافة من هنا لحد هنا تكون 5، واقول له اكزي سكتش واكسترود على المسافة دي. مش مكتوبة معايا، فممكن اعملها ايه؟
ممكن اعملها 20 برضو تاني واقول له صح. طيب كده فاضل لي بس ان انا افتح الفتحة دي واعمل جزء من ورا. عشان افتح الفتحة دي فتحتين جوه بعض، فانا هاجي اعمل سكتش على السطح المائل من هنا واجي ارسم عليه. لو عايز نقطة السنتر بوينت بتاعته فممكن ارسم سنتر لاين من النقطة دي لحد النقطة دي. كده انا جبت السنتر بوينت، ارسم عليها دايرة قطرها 10 ملي واقول له اكزي سكتش واقول له اكسترود كات لحد ثرو اول واقول له صح. فكده هعمل سكتش تاني هنا وارسم دايرة تانية قطرها 20 واقول له اكسترود كات على العمق بتاعي نقول 10 ملي او خليها 5 ملي واقول له صح. تمام كده فاضل لي بس الجزء اللي من ورا ده، فحاجة من ورا هنا كده اعمل سكتش وارسم مستطيل كورنر ريكتانجل بالمنظر ده، اقول له سمار دايمنشن ان الارتفاع بتاعي 30 و العرض بتاعي من هنا لحد هنا 10 قول له اكس سكتش واكسترود على 10 ملم وقول له صح. تمام ممكن بعد كده احط ماتيريال للجسم بتاعي، يعني ممكن اكبر بقى دلوقتي كده احط ماتيريال ابيرانس اقول له ابيرانس ميتال ميتال بعد كده بولشت كفر للبارت بتاعي وغير الفيو بتاعي او السين بتاعي للبلين وايت هيبقى مثلا بالمنظر ده معايا. ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سوليدوركس عربيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.